سؤال، هل صام موسى وإيليا بقوة بشرية أم تدخلت قوة الله في 40 يوما؟ ما فيش شك قوة ربنا سندته، الإنسان لوحده ما يقدرش يصوم 40 يوم. واحد بيقول ما هو رأي قداستكم في المشاركة في بورصة الأوراق المالية؟ في الحقيقة أنا ما فهمش في الموضوع ده، ياريت تسأل واحد من بتوع الاقتصاد أحسن. سؤال، ماذا أفعل لكي أتخلص من الأفكار الشريرة؟ أولا تبعد عن مصدر الأفكار الشريرة. يقول لك الباب اللي يجي لك منه الريح السد والسريح، وإذا كانت أفكار تهاجمك في أي وقت لا تستسلم لها، وإنما حاول تغير مجرى تفكيرك في موضوع تاني بحيث تتخلص من الأفكار. كمان حاول من الناحية الإيجابية إنك تملأ ذهنك بأفكار كويسة، أفكار روحانية، فدي تحل محل دي، أو على الأقل تعمل توازن معها.